سيارتك حلوه، شنو المخالفه؟ تسالني لو اسالك؟ لا ما اعرف، انا اتعلم منك. ما هي المخالفه؟ المخالفه هسه انت يعني تارس سيارتك ما شاء الله كلها ملصقات زينه من داير ما دور السياره، هسه هي اولا المخالفه للذوق العام والاداب العامه احنا نعتبرها، بالاضافه الى انه مانع الرؤية عليك، يعني هسه انت نص المرايه مسوي لها تظليل ما شاء الله، والنص اللي من الاسفل هم يعني مخلي هاي الكتابه ما اعرف شنو هي، فيعني انت هسه حسب قانون المرور حسب القانون احنا حسب القانون 19 شنو الغرامه؟ حسب الفقره الثالثه من المادة 25 نعم. نفس القانون اللي ذكرتي حضرتك انه غرامتها 50,000 دينار بالاضافة الى رفع الزينة. تمام، دوس النبرك بنزين. بعد الريك بنزين هسه شنو بعد شعد؟ يعني ستش قد ماكينتك؟ يعني احنا حسب الماكينة نعرف، يعني حسب اذا ماكينه مثلا 8 نعم احنا هذا لا يعني حتى لو هذا صوت نعتبر اعتيادي نعم، بس اذا اقل الماكينه اقل هذا الصوت يعتبر مخالف يعني حسب. هسه احنا شو نريد؟ اجازتك وسنويتك. اجازتك وسنويتك شيكنا زين. هسه انت عرفت مخالفتك بالبدايه، انت ما تعرفها هسه احنا قلنا لك مخالفتك. عفوا نصيحتك الى نفسك. شنو نصيحتي لها نفس الشيء؟ مثلا يعني اذني ارفع حين بعد هي تروح للمخالفه مو صحيح؟ ايه؟ مجرد انه ترفع اذنه صحيح مخالفات راح تجنب نفسك المخالفه والغرامه صح. صح. وسيارتك تطلع تروح تجي ما حد يقدر يحكي وياك وتخلص من المرور وما يحجون عليك. اي والله صح، لا بالعكس انتم ما مقصرين ورود مال الله. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. الله يسلمك في دول قلبك. نصيحتك لاخوانك اصحاب السيارات او المركبات الرياضيه بصوره عامه؟ يعني هي ما اعرف اكو يعني ذوق عام هو الحقيقه هسه شلون ما حكى الاستاذ، ف يعني انه اللي يسوي هيك شغلات يعني مخالفه عليه تعتبر مخالفه. اي تعتبر مخالفه، فنتمنى انه ما تتكرر ونتمنى انه ما حد. اي صح، احنا ما نختلف المركبات الرياضيه شيء حلو، سائق المركبه تكون عنده نوعا ما ثقه. اي صح، ازيد من بقيه المركبات، ليش؟ لكونها مركبه رياضيه وحديثه. هذا بجانب اخر وهو السرعه. صح، نشوف اصحاب المركبات الرياضيه. احنا ما نمشي سرعه، احنا نمشي بسرعه. الله يسلمك، الله يسلمك.